بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم دلوقتي عن تقييم منتج الاوميجا اي اي تي او تبع شركة اجدما انترناشونال تريدنج. تقييم المنتج يعني هو غالبا يعني هيكون يمت السعر اكتر. تمام، لو جينا مثلا بصينا بقى للاجدما بقى وكده، تقريبا هي الشركة الوحيدة اللي بتقدم بدائل هرمونات لجميع الشركات الانترناشونال والمالتي ناشونال الموجودة، جيل اول تاني تالت رابع، مع دايما يعني مع الحكومة او كده، وزارة الصحة بقى او كده، في اللي هو حملات تنظيم الأسرة دايما اللي بتتعمل دايما بشكل دوري لو حد متابع الصفحة بقى وكده. واشهر منتج عندهم الا هو البيفاتروسين اللي هو البخاخ بتاع الحروق. فنفس الفكرة برضو، ايه حاجة تجيب فلوس بقى وكده، يمكن اشهر حاجات بتجيب فلوس او اشهر حاجتين عندنا، يا اما مثلا يلا بينا نعمل منتج اوميجا 3، تمام، او اللي هو كريمات المساج او حبوب للمفاصل بقى وكده للناس الكبيرة بقى وكده. فدايما الشقين دول، يمكن اكتر شق موجود كريم المساج والكبسولات بتاعت المفاصل بقى وكده، تمام، كمالتي فيتامين او كمكمل، تمام. فدي الفكره. بالنسبه بقى للنقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي الاوميجا، يمكن انا تقريبا اتكلمت عن اكتر من حاجه كمنتج اوميجا 3. هسيب لك اللينك بتاع البلاي ليست، تقريبا اربع خمس فيديوهات كده بسمعهم بقى، تمام. فالفكره دلوقتي اكتر منتج بيتباع بشكل غير طبيعي عندنا الاوميجا 3 بلس تبع شركه سيديكو. لسه غالي تقريبا امبارح بقى ب 135 جنيه. لو جينا مثلا بصينا مثلا كأفضل ثلاث منتجات موجودين تقريبا بأسعار النهارده 25 25 24، عندنا ديجريزيان ب 266 جنيه، تمام. بعد كده عندنا الأوميجا ساج عامل 180 جنيه، تمام، وبعد كده عندنا 135 جنيه. فاللي ب 135 ده تبع شركة سيديكو، تمام. أجدما نازلة بمنتج ب 90 جنيه، ده اكتر منتج بيتباع. اللينك ما بين شركة اجدما اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي وشركة سيديكو، اللي اجدما لها حصة سوقية كبيرة، اسهم تقريبا ممكن تكون 20% يعني حاجة زي كده، تمام، موجودة في شركة سيديكو. فهم اصلا بيحاولوا ياكلوا السوق اكتر واكتر. اكتر منتج بيتباع طبعا معمل منتج يعني اقل منه في السعر، فده يعني مكسب غير طبيعي. وسوق الدواء دايما من الحاجات اللي بتكسب بشكل كبير جدا. فدلوقتي مثلا لو حد مثلا عامل حسابه، يعني دايما الاسعار احنا قلنا بتتفاوت، واللي بيغلى مره واثنين وثلاثه واربعه وفي حاجات خمسه، فنفس الفكره برضو الاضطراب موجود كبير يعني بقى وكده. فالاوميجا 3 بلس بقى ب 135. ممكن اللي جاي المريض او حد مثلا يقول له طب انا عايز الاوميجا بتاع اجدما او اوميجا اي اي تي، عشان مثلا السعر بقى وكده، ونفس الحاجه والاتنين تقريبا قريبين من بعض، واجدما يعني يعني ماشيه بخطه ثابته وتاخد ماركت شير كبير جدا. فنفس الفكره، فدايما الواحد لازم يكون ابديت مثلا، سواء بالاسعار اللي كل يوم بتتغير، واحنا كل يوم يعني الرؤيه بتاعتنا بتتغير، السكيما ذات نفسها، طب اخد ايه ما اخدش ايه، طب عندنا الديجريزان ب 266، طب في منتج مصري كان نازل ب 450، طب بالنسبه للمستورد، طب لو قارنت، طب في منتج مصري اغلى من المستورد، طب ما اقارن الاثنين مع بعض، تمام. فالفكره مع التغير والدنيا الكبيره جدا دي بقى وكلها، فانت بتوصل لافضل سكيما بقى وكده. ومش شرط مثلا عشان تكون غني تجيب اغلى حاجه بقى وكده، هي الفكره يعني بتشوف افضل حاجه مناسبه ليك، وبرضه ازاي تعرف ازاي تبيع وازاي تشتري برضه في حاجه زي كده، تمام. فدي الفكره بالنسبه يعني المنتج، هو المنتج حلو، تمام، يعني الامانه وكده، ان انت مثلا لما المنتج الرائد بقى وكده بتجيب حاجه اقل منه حوالي تقريبا قد كده 10 حوالي 45 جنيه، تمام، فدي حاجه جامده قوي. اوميجا اي اي تي كويس، لو انت مش معاك فلوس بقى وكده ممكن تجيبه مع، يعني شوف الاكل اللي فيه اوميجا، اللي فيش اويل بقى وكده، شوف الحاجات اللي موجوده فيه، دور عليها مثلا، شوف الحاجه اللي انت تقدر تشتريها. يعني مثلا في حد مثلا يقول لك الاكل ده موجود وده وفيه وفيه وفيه، بس تفاجأ ان الحاجه دي مش موجوده في المحيط بتاعك. فاوميجا اي اي تي هو حل كويس للي كان بياخد اوميجا 3 بلس، تمام. عايز حاجه منتج كويس، غالبا الاوميجا دلوقتي بقى في حدود 180 جنيه، تمام. ما عندك الرفاهيه، في تقريبا منتجات اعلى ممكن تعلي بقى بالمنتجات، سواء المستورده سواء منتج محلي بس غالي. فدي الفكره. فتقييم للمنتج اوميجا اي اي تي هو هيحل مشكله اللي التاني هيغلى، فهي تقريبا اشكاليه كبيره جدا في الاسعار ولفه كبيره جدا، مش عارف المنتج هيستمر ولا لا، ولا هتكون فرقعه مثلا
يقعد سنة ولا حاجة وبعد كده ما تشوفوش تاني، فالله أعلم. تمام، هسيب لك اللينك بتاع منتجات الاوميجا 3 بقى وكده. هو اوميجا 3 من اقدمه، في اوميجا 3 طبعا تركيز الفا، اكيد الاي بي اي والدي اتش اكيد قليل، في ويت جيرم اويل. طب الويت جيرم اويل موجود تقريبا في البايو سترونج، طب في حاجه تانية ممكن اخدها معايا؟ تمام، فهي لفه كده كبيره يعني عشان برضو زياده التركيز، ومثلا الناس اللي عندها دهون بقى وتظبط الدنيا بقى وكده. فهو تقريبا زي ما بقول برضو كل مره هو بروتوكول كامل. يعني معلش مثلا الفيديو كان تجاري اكتر من ان هو علمي شويه، بس عشان تفهم برضو الدنيا ماشيه ازاي. الدنيا ماشيه للشركتين ما بينهم لينك، تمام، وفي برضو منتجات كويسه وفي منتجات احسن، في منتجات مصري ممكن تحط السعر اغلى عشان ده مكمل غذائي مش دواء بقى وكده. فدي الفكره يعني، اتمنى انت تكون استفدت من الفيديو. لو عجبك لايك شير سبسكرايب، لو في اي اراء او في منتجات عايزنا نتكلم عنها اكون حابب جدا ممكن تسيبها لنا في الكومنتات. شكرا.